كاينين شي والدين ما تيحملوش ولادو. انا بقيت شي ديما فين ما كنخرج شي بلاصه شي مع صحاباتي ولا شي حاجه والوالد ديالي كيمشي كيديكلاري كيقول راه بنتي راه مشات بنتي راه مشات هادي وكيخاف عليك. دوز الحبس دوز ساعه مع 10 شهور ديال الحبس ديال الحبس انا وديت الخريج دوز ساعه مع 10 شهور. واخا قرب ليا شويه بنتي شنو سميتك؟ سميتي اميمه. اميمه صافي ايوب نحاولوا نشدوا الفوق ما نشدوش الرجل لتحت لان المنظر صعيب شويه على المشاهدين. صافي نبداو. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء ومأساه اخرى من مآسي المجتمع في زمن كورونا. اليوم تلاقينا صدفه مع هاد الشابه مع هاد البنيه اللي في عمر الزهور العمر ديالها 18 سنه ولكن عودت لي هاد الشيء اللي واقع عليها ربما يوقع الوحده 50 عام ما يوقعش لما دوشت دوزاتو هاد الطفله لان مازال كنشوفها طفله صراحه للاسف الشديد تعرضات خلالها 18 سنه تعرضت للاغتصاب تعرضت للتحرش تعرضت انها باتت في الزنقه جراء خرجت من دارهم كتقول والديا ما تيبغيونيش. ما كاينش بنتي شي وحدين والديهم ما تيبغيوهمش. عاودي لنا شنو وقع. انا خالتي خصص بني واحد الدري ومشهر مشهر في اسبانيا وخلاني انايا وماما كان خبار انا مثقوبه ولكن انايا كنخاف ما تقولها لبابا تقول لي انايا مثقوبه غيقتلني. واخا بنتي اسمحي لي انت ماشي من مدينه الدار البيضاء. لا انا رباطيه. اها صافي وجيت هاد الدار البيضاء هادي باش نخدم وباش نكري راسي وباش ندير مستقبل. شكون انت كملتي 18 سنه؟ يلا عاد كملت عاد قفلتها. عاد قفلتي 18 سنه وهذا الشيء كاع داز عليك. من صغري وانا كنخرج على الزنقه من صغري. ملي كنت صغيره ملي كنت عندي 6 سنين. دابا انت اللي مبليه بالزنقه اميمه، سميتك اميمه ياك؟ انت اللي دابا في كبليه الزنقه وداركم ما كيعجبهمش الحال. لا ماشي ما كيعجبهمش الحال. هما كيديروا مشاكل باش نخرج انايا كيجبدوا لي الصداع. ماما مره كتقول لي عمرك ما تضفرها في حياتك. الوالد ديالي كيقول لي انت دايره مشاكل في الدار بزاف. واخا اميمه بنتي علاش تشديتي في الحبس؟ تشديت على ودي خرج خرج تلاقيت مع واحد الدري تعرفت عليه صافي بقيت معاه يومين ثلاثين وقال لي سير اختفي واحد الدري سمعتيني قال لي سير اختفي واحد الدري صافي ملي كنت باغي نخطفو نجيبو صافي هما يسدوني بوليس انا وياه. وانت غادا تخطفي الدري واش انت شحال كان عندك من عام؟ بعدي شويه اميمه شحال كان عندك من عام فاش بغيتي تخطفي الدري؟ كانت عندي 15 عام. هو داك اللي قالك سير خطفي شحال عنده من عام؟ عنده شي 20 عام ولا 23 هو دابا باقي في الحبس. علاش كنت باغي تخطفو هاد الدري؟ ما كنتش عارفه انايا هو اللي قال لي هو اللي قال لي مع رئيس العصابه كان مع رئيس العصابه تلقرت تشديت انايا قال لي راه مع العصابه. دابا انت تبارك الله كنتي عندك 15 عام ومعرف على واحد كيعرف عصابه. ما كنتش انا عارفه واش هو دار عصابه تشديت انا قال لي قال لي قاضي التحقيق قال لي راه هذاك راه هو رئيس عصابه كيجيب الدراري. واخا اميمه وهذا اللي كنتي معاه اللي قالك خطفي الدري الصغير حتى هو كان كيغتصبك؟ لا ما كانش كيغتصبني كيقول لي يلاه معايا يلاه معايا كيدورني في اي بلاصه. ما عمرو قاسك؟ لا ما تكذبيش. ما عمرو قاسني قاسني واحد راه من شهر شهر في اسبانيا. ودابا الغلط فين من اميمه؟ هادشي اللي واقع لك في حياتك كلها فين من كتشوفي راسك؟ واش كتشوفي راسك ضحيه؟ واش كتشوفي راسك انك مذنبه؟ مذنبه بزاف من حاجه تكرفس ديال الزنقه انا باغي نخدم. انت ضحيه؟ ضحيه. انت ضحيه ماشي مذنبه لان هذاك الوقت كنتي باقا صغيره. فين هو الدور ديال الاسره في حياتك؟ كيفاش دايره علاقتك ما بين امك وباك؟ صراحه انا ما كرهتش ليا وحيت ديما عندهم الصداع. هنا حبيبتي هكا سمعتيني حيت عندهم الصداع في الدار ديما المشاكل ديما الدار الا ما كاينينش فلوس ديما المشاكل فهمتيني ما عندهمش كيفاش يصرفوا عليا وخواتاتي الصغار كياكلوا على العصا على خوا الخاوي وبابا كنت نفك انا اختي الصغيره وبابا قال لي علاش تفكيها خليها تقرا انت اللي خرجتي عليها في المشاكل انت هي مولات المشاكل كامله وانا ما حمدتش هذاك المنظر. كيف داير علاقتك بماماك؟ ماما مره كتعصب مره كتضحك كل مره شنو كدير سمعتيني كل مره شنو كدير الوليده صافي هادشي اللي كاين. عندك قلتي لي مشكل مع عمتك ان راجل عمتك حتى هو كان كينوض لك في الليل كيبغي يتحرش. كيتحرش بيا كيبغي يدير شي حوايج خايب كيجي حدا البيت ديالي كيبدا يدير شي حوايج خايبين مرتو كتجي كتبغي تقتلني انا كتجي طريش معايا مرتو اللي هي عمتك. كتقول لي علاش كتضاري براجلي هادشي كله انت باقا ما كملتيش 18 سنه.
اش هاد البيئه وما يمعشتي فيها؟ واش الاب ديالك مدمن على شي حاجه؟ كيتعاطى المخدرات، كيتعاطى الكحول؟ لا ما كيتعذر لا مخدرات لا والو، المشاكل ديال الصداع وفي مراضي، عندهم شي مرض ما عرفت هذاك المرض اللي عندهم هنا، ما عرفتش انا المرض اللي عندهم. المهم حنا حاسبيني بحال براني ماشي بحال بنتهم فهاديك الدار. شحال كان في عمرك باش خرجتي للزنقه وديعتي في الزناق؟ انا ملي كنت عندي 6 سنين، ملي كنت باقا صغير، ملي كنت عندي 6 سنين. ملي كانت عندك 6 سنين وانت في الزنقه؟ اه. شنو شفتي في خلال 12 عام، يعني من 6 سنين 18 عام ل 12 عام، شنو شفتي في هاد الزنقه؟ الخيريه ديال عتسلام بناني انايا، وقالوا لي تكملي 18 عام غتخرجي. اها. وخرجت. ومني خرجتي دابا فين غتمشي؟ ما عرفتش. قلت انا غنخدم ونكري شي محل صافي. شنو تعلمتي في هاد الفتره ديال اللي كنتي فيها في الخيريه؟ شنو تعلمتي كديري؟ كنت عندي الهوايه ديال الكوافوره. اها علموك شويه تما، تما راه كيقراو البنات. تعلمت كوافوره شويه، حتى جات الوقيته اللي كنت غنشد الدبلوم خرجت. المهم انا راه راسي حبست معاك، راه ما فهمت والو صراحه، صدمتيني. ما بغيتيش ترجعي لداركم؟ لا ما بغيتش نرجع. ما توحشيش الوالده؟ ما توحشيش الوالد؟ بغيت نرجع اخواتي، والله ما باغا نرجع، حيت الا رجعت راه مشكله. ممكن بغيت نريح معاهم حتى دقيقة، ممكن بغيت نجلس معاهم. على الأقل ملي كنكونوا مثلا عندنا مشاكل أسرية كتكون الأب شوية العلاقة ناقصة، ولكن الأم حتى الأم حتى هي ما كتعقلش، كديكلاري حتى هي ما كتعقلش عليا. واش كيديكلاريو بك؟ علاش كيديكلاريو بك؟ حيت ملي كنخرج، ملي كنخرج صافي كيقولوا راه هادي راه مشات شي بلاصة، مشات مع شي واحد ولا هذا، كيمشيو كوميسيري كيديكلاريو. حيت أنت واقيلا كنتي شوية خفيفة. لا بالعكس. وانت قلتي من 6 سنين وانت خارجه للزنقه؟ واه ولكن انا واه هي وهي شنو؟ واه قولي قولي لي خوي عليا قلبك اميمه، قولي لي عاودي لي كلشي اللي ضارك في قلبك. انت دابا راه بحال بنتي، باقا صغيره وباقا براكي باقا طفله، ما شبعتيش حتى لعب واقيله ملي كنتي دريه صغيره؟ ملي كنت دري صغيرة كنت عاق في الزنقة والبلية وشحال من حاجة. باش باقا مبلية دابا؟ لا مبليش دابا. ضاربة لحمك؟ لا ما ضربتش لحمي، عمري ما ضربت لحمي. اش هادشي اللي وقع لك في رجلك؟ اش خرج منك؟ هادشي ديال بيات الزنقة، كندير كرتونة كنبدا نبات الزنقة. دابا انت كتباتي في الزنقة هكا صغيورة وزويونة كتباتي في الزنقة، اش كيوقع لك في الليل؟ في الليل كيبقى عليا والو، كنبدا نلبس الزنقة كيبداو يجيو الدراري يتكرفصو عليا. ما كيوقع لك والو، عا كيتكرفصو لك الدراري؟ كيبداو يتكرفصو عليا اخواتي صافي. أميمة واش ولفتي تكرفيص؟ ما ولفتيش ابنيتي، اجي بعدي، اجي حبيبتي قربي. ما ولفتيش تكرفيص، شنو بغيتي يا أميمة؟ شنو كانت الحلم ديالك؟ هي الأمنية ديالي أنايا هي نتزوج ونتصدر، هي الأمنية ديالي أنايا. صافي صافي هذه هي الامنيه ديالي اللي خاصاني انا نتزوج ونستر صافي، خصني حتى حاجه. دابا انت باقا بنيوته صغيره زوينه باش تقولي امنيتي انني نقرا وندير شي صنعه ونكون راسي؟ ايوا ديال القرايه ولا حتى حاجه. علاش حبيبتي نبعدو كنبعدو؟ انت كتقربي نبعدو من طارق. ما عندكش ما عندكش الراس لتاعها. والزواج واش كتشوفي الزواج حل اميمه؟ فاش كنتي صغيره شنو كنتي كتمني؟ ملي كنت صغيره كنت نتمنى نتزوج اخواتي وصافي. من صغرك كنتي باغا الزواج؟ باغا تولي ام؟ غتكوني حنينه في وليداتك؟ ولا بغينا دابا امني نرجعوك لداركم ونصالحوك مع ماماك وباباك وترجعي تستقري في داركم، شنو تقولي؟ انا ما نقدرش نجلس معاهم اخواتي، والله ما نقدر، نفسي ما ترتاحش لي، الناس ديالو ما يرتاحش ليا ملي نجلس في دار. واش ولفتي الزنقة أمنية؟ دابا أنت الزنقة كتجيك أرحم من أنك ترجعي لداركم. لا ماشي ولفت الزنقة، الزنقة أصلا طفت فيها من صغري، ولكن أنا باغا نتخبى على البرد والشتا، باغا نخدم، فهمتيني؟ حيت أنا كبرت ما بقيتش باقا صغيرة، كاع الدريات كلهم كيخدموا لاباس عليهم. راكي باقا صغيرة، راه ما كبرتي والو، راكي باقا طفلة، راه عاد كملتي 18 عام. صاحبي راسك كبرتي، راه ما كبرتي والو، باقا صغيرة. هادشي اللي كاين اخواتي. شنو النداء اللي تبغي توجهيه من خلال قناة شوف تي في للمشاهدين اللي كيتفرجوا فينا؟ يعاونوني وصافي. شنو نوع العوين اللي بغيتي؟
بغيتي شي جمعيه حقوقيه ديال المراه توقف معاك تساعدك تداويك هادشي معذبك. ما غنقدروش نوريكم رجليها بطبيعه الحال لان واحد المنظر ما فيه ما يتشاف، ولكن راه رجليها حالتهم فيهم بحال الفطريات. بغيت انا نداوي صحتي كامله، بغيت نداوي صحتي مسكينه تقطع لكم في القلب الا شفتوها صراحه. سمعتي انا خاشي انا بغيت نداوي صحتي كامله، ما بغيتش انا نبقى بحال هكا فهمتي، ما بغيتش انا نبقى بحال هكا، راه بزاف عليا الزنقه 6 سنين وانا كتبقى صغيره وانا مكرفسه. عييتي من الزنقه؟ عييت من الزنقه، باغا نتخبى باغا باغا ندير وليداتي شي انا نفرح بيهم شي انايا، شحال من حاجه باغا خالتي انايا، انا ما بغيتش نولي بحال هذوك اللي كينعسوا في الزنقه وهذوك فهمتينا خالتي. ما بقيتيش كتواصلي مع داركم؟ بقيت كنتواصل معاهم النفس ديالي في قلبي انا ما كنقدرش نتواصل معاهم. واش ما كتحمليش والديك؟ ما عرفت حيت انا كبرت في المشاكل، حيت انا حقدت على هذوك المشاكل، حقدت عليهم فهمتيني، حقدت على هذوك المشاكل ملي حقدت عليهم صافي ما بقيتش كنحمل حتى شي واحد. دابا انتي كتفرشي كريطينه وكتنعسي في الزنقه؟ اه تتلاقيش مع هاد ود الناس هذا تعامل معايا مسكين كان كيوكلني ويشرفني وكيبيتني عند شي بنت، شي بنت في الحومه ديالي. عندك شي رقم ديال الهاتف اللي غنقدروا نتواصلوا معك فيه اللي غنحطوه في الروبورتاج؟ كاين غناخذوه من عند الاخ راه هو تما كيتسنى فينا. اذا متتبعي قناه شوف تي في، للاسف الشديد للاسف الشديد مشهد اخر كيدلي القلوب. اعتبروا اميمه، اعتبروها بنيتكم، اعتبروها اختكم. غنحطوا الرقم الهاتف باش نتفاعلوا معها ونتواصلوا معها، بغينا نداويوها، بغينا لها شي بلاصه فين تستر، بغينا نعاونوها، ما بغيناش تكون ضحيه اخرى من ضحايا المجتمع. راكم عارفين اش غيقدر يوقع، غتعرض للاغتصاب مره اخرى، غتعرض للتعذيب، غتقدر تولي عاوتاني مجرمه تدخل السجن مره اخرى. حنا ما بغيناش امنيه تعاود تدخل للحبس. ما بغيتش ندخل للحبس، بغيت ندير عقلي انايا صافي صافي. عيات من الزنقه، عيات من الزنقه وملات من الزنقه. عافاكم الا ما تفاعلوا مع هاد لا فيديو، ديروها بحال بنيتكم، راها باقا صغيره، راها ضحيه ماشي متهمه، لانها يلاه كملت 18 عام وداكشي اللي دارتو دارتو وقت الطيش وما لقاتش واحد الحضن اللي غادي يعنقها وغادي يحن فيها. شكرا لكم متتبعي قناة شوف تي في، والى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله.